حبة الطلبة، السلام عليكم. المحاضرة التالية هي السوبر إليفيشن، اللي هي الجزء الثاني من الهوريزنتال كيرف أو الهوريزنتال ألايمنت. حكينا احنا على الهوريزنتال كيرف، وحكينا على السيركولر كيرف والسبايرال كيرف. كل هذه المنحنيات منحنيات أفقية. طبعا جزء او بارت مهم من المنحنيات الافقيه هو السوبر اليفيشن. طبعا السوبر اليفيشن كل احنا شايفينه وحاسين به، بالاخص عند المنعطفات، وبالاخص المنعطفات يعني الشارب كيرفز، المنعطفات ذات الكيرف القليل، يعني الار مالته قليل، المنعطفات الحاده دائما حاسين بها احنا، بالاخص بصعدات الجسور عندما يكون كيرف تحس احنا الطبقه او الحافه الخارجيه للطريق تكون مرفوعة، والحافة الداخلية تكون نازلة عن المستوى الطبيعي، وبالتالي راح تشوف انه السيارة راح تميل من الخارج نحو الداخل لتوفر قوة معاكسة لقوة الطرد المركزي. طبعا اثناء السرعة العالية في المسار اللي هو مسار على شكل كير، تحاول قوة الطرد المركزية اثناء هذا المسار الكير السيارة تحاول ان تخرج السيارة من المسار الدائري، تحاول اما تسوي انقلاب او انزلاق للسياره خارج المسار الدائري. هذه هي قوه الطرد المركزيه اللي ناتجه مع السرعه العاليه ومع وزن السياره. يجب ان بالتصميم الهندسي يجب ان اثناء الكيرفات يجب ان نحط قوه او قوى تقاوم هذه قوه الطرد المركزي حتى تحافظ على السيفتي، حتى نحافظ على السياقه بامان على هذا الكيرف. هي اكو قوه، هي قوه الاحتكاك. طبعا قوه الاحتكاك هي اللي تقاوم هذه القوه الطارد المركزي. طبعا هاي بهيك حالات بالسرعه العاليه بالاوزان العاليه للسيارات قوه الاحتكاك غير كافيه ان تقاوم هكذا قوه طارد مركزيه، بالاخص اثناء المنحنيات. فاحنا التدخل الهندسي اللي يصير يجب ان نعمل سوبر اليفيشن، يجب ان نرفع الحافه الخارجيه للطريق وننزل الحافه الداخليه للطريق، وبالتالي نوفر قوه ثانيه اضافيه مع قوه الاحتكاك حتى تقاوم قوه الطرد المركزي، لجعل السائق وجعل الحركه تسير بامان. ليش؟ خل نقرا بعض الشغلات عن السوبر اليفيشن. سوبر اليفيشن سنترفيوجال فورس از ذات اوت وورد بول اون ا فيكل ترافيرسينج اون ا هوريزونتال كيرف وين ترافلينج ات لو سبيد اور اون كيرفز وذ لارج رادي the effects of centrifugal force are minor. يعني دائما اللارج راديوس، لارج رادي دائما الار اللي كل ما تكون الار كبيره مودولوس اوف كيرفتشر يكون قليل، يعني حاسين بيه احنا بالخاص على الخط السريع تشوف اذا الار كلش كبيره تكون اللوفه مال الكيرف تكون ما نحس بيها يعني نوعا ما، وبالتالي قوه طارد المركزيه تكون جدا قليله، فماكو اي افكت. بعض الاحيان ما نحتاج قوه الاحتكاك، هي كافيه ومسيطره على انه تخلي السياره داخل المسار، فما نحتاج بهاي الحاله سوبر اليفيشن. انا قلت انه دائما فقط نحتاجه في المنحنيات الشارب الحاده ذات الكيرف القليل، بينما كل ما يزداد الكيرف كل ما يصير مودلوس اوف كيرف يعني معامل الاستداره يكون عالي جدا، وبالتالي ماكو اي مشكله بمشاكل الانزلاق. هو مع ذلك when traveling at higher speed or round curves with smaller radii، يعني عندما يكون الحركه على بسرعه عاليه وحول منحنيات افقيه مع كيرف قليل، شوف هذه كلها تتجمع سويه تحتاج قوه، بهاي الحاله راح تتولد قوه طارده مركزيه عاليه. The effect of centrifugal force increase، تزداد قوه الطارده المركزيه. Excessive centrifugal force، يعني كل ما تزداد قوه الطارده المركزيه. May cause considerable lateral movement of the turning vehicle and it may become impossible to stay inside the driving line. يعني كل ما تزداد هذه الطارد القوة الطاردة المركزية تسبب دائما حركات أو حركة جانبية، تحاول تخلي السيارة تتحرك على الجانب أو تحاول تقلب السيارة إلى الجانب، وبالأخر بالأخص راح أنه تكون من الصعوبة جدا على سائق المركبة أن يبقى بنفس الدرايفنج لين، نفس اللين مال السائق. زين، نتيجة هذه المشكلة سوبر إليفيشن and side fraction، يعني super elevation والقوة الفراكشن are the two factors that help stabilize a turning vehicle، انه هذه هي فقط القوتين اللي تحاول تساعد السيارة على البقاء ضمن اللين مالتها، اي هن قوة معاكسة لقوة الطرد المركزية. super elevation is the banking of the roadway such that the outside edge of pavement is higher than the inside edge، يعني banking يعني دفن انه او تعلية
انه التعليه للحافه الخارجيه تكون اعلى من الحافه الداخليه للطريق. The use of super elevation allows a vehicle to travel through a curve more safely and at higher speed than would otherwise be possible. يعني دائما انه من اكو سوبر اليفيشن راح تخلي سائق المركبه يسوق باكثر امان وباكثر راحه وباكثر سرعه، انه حتى يحقق السرعه التصميميه على الطريق بدون اي بلوك للسيارات اللي بعده، والا سوف تصير مشاكل اذا ما موفرين احنا على السوبر اليفيشن. سايد فراكشن قوه الاحتكاك developed between the tires and the road surface also acts to counterbalance the outward pull on the vehicle. طبعا ايضا قوه الاحتكاك تساعد السوبر اليفيشن بنفس المهمه. Side fraction ايضا الفراكشن is reduced when water, ice or snow is present or when tires become excessively warm. طبعا دائما قوه الاحتكاك اللي قلنا هي تساعد منع اول عليها احنا بصوره 100%. ليش؟ لان يعني بعض الاحيان قوه الاحتكاك تتلاشى او تصير بعض الاحيان صفر عندما يكون ووتر، عندما مثلا الجو الماطر او لما يكون جليد على الطريق او يكون سنو او يعني الجليد او ثلج على الطريق، يعني تكون قوه الفراكشن هنا تصير صفر، يعني عمليه الانزلاق تصير بسهوله بين اطار السياره وسطح التبليط. او كذلك عندما يكون التاير مال السياره اكسسيفلي وون، يعني انه متاكل السطح او انه سطح التاير مال السياره يكون متاكل، وبالتالي تقل عمليه الاحتكاك، يعني سطح التاير لانه هاي النقشه اللي موجوده بالتاير تكون ممسوحه. بالاضافه الى the transitional rate of applying super elevation into and out of the curve is influenced by several factors. يعني احنا هذه السوبر اليفيشن يتعلق بعدة فاكتورز، عدة متطلبات. يعني احنا ايش قد نخلي سوبر اليفيشن، ايش قد نعلي، هذه كلها يتعلق بعدة فاكتورات. These factors، هذه الفاكتورات include speed design، يعني السرعة التصميمية على الطريق، curve radius، يعني الار مال الكيرف، the number of travel lanes، عدد الممرات بالطريق اللي يلوف، هذه كلها تأثر على السوبر اليفيشن. minimum curve ready for horizontal alignment are determined by design speed and super elevation rate. يعني اقل قطر للكيرف اللي موجود على الهوريزونتال alignment، على الطرق المنحنيه، يحسب عن طريق السرعه التصميميه والسوبر اليفيشن. يعني احنا نحط سوبر اليفيشن، نحط سرعه تصميميه، بعدين نقول ايش قد الار اللي نحتاجه. higher design speed، كل ما ازداد السرعه require more super elevation، ازداد لازم يزداد السوبر اليفيشن، than lower design speed for a given radius. Additionally, sharper curves required more super elevation than flatter curves for a given design speed. دائما كل ما يكون الكيرف اكثر شارب، يعني كل ما يكون الكيرف قليل كل ما يحتاج سوبر اليفيشن اعلى، والعكس صحيح. الفلات كيرف، يعني الفلات كيرف الكيرف كل ما يكون ار مالته كبيره نحتاج نقلل السوبر اليفيشن. Roadways in rural area are typically designed with a maximum super elevation rate of 8%. دائما بالمناطق الرورال الريفية دائما نصمم على الماكسيمم سوبر اليفيشن اللي هو 8%. ليش نصمم على الماكسيمم سوبر اليفيشن ريت؟ حتى نحقق السرعة التصميمية، اللي طبعا كل ما يزول قلنا سيود السوبر اليفيشن كل ما زيد السرعة التصميمية، وهي هذه الطرق اللي فيها لازم يكون بها سرعة عالية حتى نضمن السرعة العالية، ما لازم نصمم على الماكسيموم سوبر اليفيشن حتى انه نقول ايش قد ما يمشي سائق المركبة ما عندنا اي مشكلة تصير. In mountainous area، المناطق الجبلية، a maximum super elevation rate of 6% is due to the increased likelihood of ice and snow. طبعا الماكسيمم المناطق الجبليه هو 6 يجب ان يستخدم، بالاخص مناطق جبليه انه راح يزداد بها الايس ويزداد بها السنو فيقل عندنا الاحتكاك، فلازم نزيد السوبر اليفيشن. Urban roadway، بالطرق الحضريه، are normally designed with a maximum super elevation rate of 4%. To calculate the super elevation, various factors acting on the vehicle should be considered. يعني حتى نحسب السوبر اليفيشن عدة متطلبات يجب أخذها بنظر الاعتبار. لو تشوف طبعا هي هاي الحالة، لو ناخذ كروس سكشن بالطريق هي شو تصير الطريق بالضبط، هاي السوبر، هاي الحافة الخارجية نرفعها وهاي الحافة الداخلية مال الطريق، وشوف انه هاي السنتر فيوجر فورس، هذه القوة الطاردة المركزية اللي تحاول
طبعا هذه القوة الطاردة المركزية اللي نحاول احنا نخليها عكس اتجاهها. طبعا القوة الطاردة المركزية تحاول تشمرها لذاك الاتجاه، ونحاول نخلي قوة تجيبها بداخل هذا الاتجاه. After substitution these factors an equation determined super elevation. طبعا هذه كلها حسابات الوزن والقوة الطاردة المركزية والار والسوبر، هذا الاي هو السوبر elevation، مجموعة معادلات انت مالك علاقة بالاشتقاقات مو داخل الك. حصلنا على المعادلة اللي هي الاي زائد ان اف ايكوال في سكوير ديفايدد باي جي ار. طبعا الاي هي هو سوبر اليفيشن ريت اللي هو نسبة مئوية، الاف هو اللي فراكشن، طبعا اذا ما معطيه نعطيك اياه تستخدم بوينت 15. الفي سكوير هو السرعة بالمتر بير سكند، متر بالثانية. الجي هو الاكسلريشن اللي هو معامل التعجيل، اللي سبيسيفيك التعجيل مع الجرافيت الجاذبيه اللي هو 9.81. الار هو الكيرف بالمتر، اوكي هذا الار هو الكيرف مال الطريق بالمتر، او في حاله السرعه تستخدمها بالكيلومتر بالساعه. السوبر اليفيشن زائد الفراكشن نفس المعادله، ما عدا هنا جواب بدال التعجيل نحط 127. هذا مثال تاخذه كهوم وورك حتى تحل ما تطبق هذه المعادلات. زين، طبعا عملية الروتيشن للسوبر اليفيشن طبعا مو مباشرة نشوف سوبر اليفيشن روتيشن هنا. طبعا من نسوي سوبر اليفيشن احنا مو مباشرة نجي ان يدخل السائق بالسوبر اليفيشن، يعني مباشرة نرفع الحافة الخارجية لل، يعني اذا مثلا 8% مو راسا، يعني هنا 0% دخلنا الكيف راسا رفعنا، لا يجب ان نمهد للطريق، ان نمهد للسوبر اليفيشن، نبدا نصعده تدريجيا، يعني من بعده هو ما هو داخل مرحله الكير نبدا نصعد السوبر اليفيشن الى ان يدخل مرحله الكير اللي هي السوبر اليفيشن مرتفع، ماخذ القرار انها طبعا حتى نسوي الروتيشن. شوف هذا ماخذين كروس سكشن بطريق هو تو لين هاي واي، يعني هذا لين وهذا لين، طبعا هذا الكروس سلوب، هذا ذهاب وهذا اياب، هذا الشولدرز، هذا السنتر لاين مال الطريق، وهذا الكروس سلوب اللي هو 2%. طبعا هذه النورمال كراون، هذه الخطوه الاولى. طبعا احنا بعدنا ما واصلين مرحله الكيرف عدل. شوف خلال هذه المسافه اللي هي سي، راح اقول لك هسه نجي جوا نشوف شنو المسافه سي اللي هي بين النورمال كراون للفلات كراون. هذه الحافه الخارجيه، طبعا اللوفه تصير بهذا الاتجاه بالضبط، اللوفه تصير بهذا الاتجاه بحيث هذه هي الحافه الخارجيه وهذه هي الحافه الداخليه. نبدي اول خطوه نرفع الحافه الخارجيه بين ما افنا، طبعا هذه هاي الخطوات من نمشي احنا هنا، هو السياره دا تمشي، السياره دا تمشي من هاي النقطه لهاي النقطه. طبعا السياره من توصل لهذه النقطه احنا راح نرفع مقدار الحافه الخارجيه الى تصير فلات مع الهيد مال طبعا هذا الكروس. شوف راح يصير هنا الليفل مال هذه الحافه الخارجيه على السنتر لاين 0%، طبعا بينما تبقى هذه ما محركيها احنا الحافه الداخليه، الحافه الداخليه تبقى على حطتها. اول شيء نجي نرفع الحافه الخارجيه مقدار هذا السلوب لان تصير السلوب مالتها 0% عدل. طبعا هذه راح تمشي السياره بمقدار سي، اوكي وصلنا لهذه النقطه احنا بعد اللي هي الفلات كراون. بعدين الخطوه الثانيه نجي نرفع هذه الحافه الخارجيه اعلى من المستوى، راح تصير النوبه بوزيتيف، يعني كانت نازله 2% راح تصير هنا صاعده 2% وموازيه للحافه الداخليه. شوف راح يصير كانما خط مستقيم، هذا السنتر لاين ثابت، سنتر لاين دائما ثابت. فرفعنا الحافه الخارجيه، نزلنا الحافه الداخليه او الحافه الداخليه العفو باقيه ثابته، رفعنا الخارج صار خط افقي بزاويه ميل مقدارها 2%، ايضا السياره مشت بمقدار سي. الخطوه الثالثه راح تستمر المشي مال السياره، الخطوه الثالثه شو نسوي؟ نثبت السنتر لاين، راح نرفع الحافه الخارجيه وننزل الحافه الداخليه، نرفع الحافه الخارجيه بمقدار اي وننزل الحافه الداخليه بمقدار، يعني نسوي عمليه روتيشن، صعد هاي شويه وننزل هاي شويه، يبقى سنتر لاين ثابت. تشوف الخط الاسود هذا هو صار سوبر اليفيشن. طبعا السياره مشت الى هنا هسه من هذه المنطقه صار سوبر اليفيشن فول، هاي صح لها المنطقه. طبعا هذه هنا ريفرس كراون، هنا هاي صح لها ريفرس كراون هاي النقطه، وهذه النقطه هنا فول سوبر، هنا بهاي النقطه وصلنا الى السور سوبر فول سوبر اليفيشن، هنا السوبر اليفيشن هنا انطبق كليته نهائيا. بهذه النقطة يبدي دخلنا احنا السائق مرحلة السوبر اليفيشن، هنا يجب ان تكون هي منطقة الكيرف. اوكي؟ وهذه النقاط اللي قلنا السي شنو والاس، هذا شوف السي وهي الاس، لو تجي هنا تقرا السي هي the length of crown runoff is the distance of the required of the outside lanes to transition from the normal crown to a flat crown and also the distance from the outside lane for transition from the flat crown to the reverse crown. The length of super elevation runoff S, المسافة S, is the distance required
for the transition from the flat crown to a full super elevation. The value S, C, and S determined from super elevation tables are various combination of design speed تعتمد على السرعة التصميمية and degree of curvature مع مقدار التحول أو مقدار التقوس اللي يصير. شكرا جزيلا للجميع.